أمل المحلية هي كذلك ما كاين واحد في مثلها كنجي وكنحقو تنزيل راه مع احترامي لك السي عائلة فهمت شي راه محققات غير محققات آخر على مدى بينا يكون واحد لقاء تواصل لآخر ما بيناتنا حنا حنا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي ديال الجديدة نعينو واحد نعينوه حنا ما عندناش مشكل بالفرحة أن يكون عندنا مقابلة لأن كما قالت أخت التواصل راه ما كاينش أنا حكيت شوف باش ما نخليوش ذاك الفرح لأن شو ما كتشكاو عندكم الحق وراه عبرت عليها المحكمة حنا مع فكرة غير ما نحسوش بأنه كاين واحد ينزل ماشي واحد ينزل لباراجي نجلسوا مع بعضياتنا نتحاوروا مرحبا هذا ماشي الصفحة تاع الكل الأمانة الإقليمية أو المحلية هي كنعرفوا أن السي الحكيم البيض صراحو إلا كان المنتظر ديال العام رغم أن يعني كاين مؤاخذة لا على مركزيا لا جهويا انا كنتسكن واحد البيان تضامني انا حتى الصمت ديالنا هو كنعتبروا ادانه للسيد حتى انا بقيت قرات السيد ما جينا منه غير الخير ونعرفوا السي حكيم انه عقد مسائل كبيره للمدينه مشروع الخير اللي عقد للمدينه راه ما جابوش عم دابا الجلسه كنشوفوا مجلس يعني فاشل 100% حنا كنعاونوا الغوتو كنعياو نهضروا كنتمناو على ان المعارضه داخل المجلس انها تكون الدور ديالها مغيبة كنشوفو تحت المجلس هو ما خدامش تنكر السي حكيم هنايا بالنسبة لينا أنا كاين واحد الموقف ديال كما قلنا كاين غياب ديال الأمن الإقليمية يعني الأمن الإقليمي هنا هو وللإجابة على المسألة ديال البيان ديال الباب خير دليل على أن حنا كاينين لأن لا يفتح السحير حيث أتى حنا كنعرفو هذاك اللي كتب كنعرفو واش كيسمو كوني ديال عرفنا كيفاش توصل عرفنا شنو كاين تحت راه كيعرفو ديال قام الشباب راه كيعرفوا مزيان كيعرفوا سي خليل كيعرفوا بزاف ديال الناس اذا بالنسبه لهذه المساله ديال البيان هو بيان راه السي صافي كان سمعنا لا انه قال كان السي راه مسؤوليه باش انا نكتبوا انا اللي كاشي سي با كان بعد الوقت قبل اذا يعني هذه كان غير مساله اللي دازت مساله اخرى هي مساله ديال التهيئ ديال المناطق حنا هنا عانينا يعني واحد التهنيش حنا ما بغيناش الحزب يكون يعني حزب انتخابي حزب يعني ديال كنحلوا الحانوت باش كيقرب لسيليكسيون كيقربوا كنديروا لا كومبار كندوز بون كلشي كيزيد حبا دارو كان تواصل سي الحاج عبد الحليم مشكور يعني كيقوم بالدور ديالو انا بارك قدام حدا تما كنشوفوا على انه الدور الرقابي اللي كان خصو يديرو راه كيديرو في البرلمان دائما هناك يعني اسئله شفهيه يعني كاين كنحسوا على انه راه كاين يعني كاين بوادر وحبذا حتى البرلمانيين الاخرين يقوموا الدور ديال المعارضه كما كاينه مع الاسف هذا الشيء كاين وإلا كان كتهمكم المدينه ديالكم والاقليم ديالكم هذا الشيء خصكم توقفوا ضده اللي باغي يعتقل الحزب اللي باغي يحجز الحزب بحجة أنه حتى حاجة ممكن تدافع في الإقليم ولا في غيره إلا ما كانش هو وباغي يجر داك السلوم ويحرق واش عارف فيه العافية داك السلوم اللي طلع منه ووصل لبقاع سوريا هاد الشيء خصكم تحاربوه وحنا رافضينه وكنتمنى نرجعوا عندكم ان شاء الله كما قال السي عبد الاله كنتمنى نرجعوا عندكم